هو يعود تاريخ النقابات في العراق إلى بداية الحكم الملكي، واستنادا لقوانين عثمانية سابقة أو تقاليد دستورية متبعة في الدول الأخرى، حيث تأسست مجموعة من النقابات والجمعيات والنوادي، منها نقابة المحامين والجمعية الطبية العراقية وجمعية العمال. أما في العهود الجمهورية فبقي فيها الالتزام بحرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة حددها القانون، وصولا إلى المرحلة الديمقراطية، وعلى الرغم من القيود التي وضعها الحاكم المدني بول بريمر على حرية التنظيم النقابي، استمرت الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات تمارس نشاطاتها بإشراف لجنة قضائية شكلت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وما زالت قائمة. السؤال الذي تنطلق منه حلقة اليوم من برنامج كل الحكاية هو: بعد عقد على تفعيل الحياة السياسية العراقية، ماذا قدم العمل النقابي لنفسه قبل أن يقدم للمجتمع ككل؟ تابعونا لتعرفوا الإجابة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن ما تقدمنا به في بداية هذه الحلقة معنا السيد سناء النقاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين. أهلا وسهلا سيد سناء. أهلا وسهلا بست أسيل ومرحبا. أهلا سيد سناء. تخضع النقابات وأيضا الاتحادات إلى سياقات قانونية، وأيضا يعني عادة ما تكون غير خاضعة للمنظمات غير الحكومية. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية تختلف في عملها عن النقابات والاتحادات والجمعيات. احنا في العراق النقابات والجمعيات والاتحادات ليست حديثة العهد، وإنما الغالبية من عدها نشأت بمرحلة الأربعينات من القرن الماضي ومرحلة الخمسينات. فنقابة الصحفيين العراقيين مثلا نشأت في الخمسينات، أسسها الشاعر العربي الأكبر الأستاذ الكبير محمد مهدي الجواهري، وصدر بها قانون، والقانون نشر في الجريدة الرسمية للحكومة العراقية. هذه النقابة جرى على قانونها عدة تعديلات، وخاضعة لديوان الرقابة المالية من ناحية الحسابات، وخاضعة لمفوضية النزاهة وغيرها. فإذا هي عملها رسمي قانوني، أما ما أنشئ من اتحادات ومنظمات فهي بدون قانون، لأن البرلمان ما مصادق على قوانينهم، ولا خاضعة لديوان الرقابة المالية، ولا خاضعة للنزاهة. إذن ما تؤديه من عمل باعتقادي هو مختلف عن العمل الذي تؤديه نقابتنا أو النقابات المماثلة. نعم سيد سناء، يعني على مدى العقود المتعاقبة يعني تدعم الحكومات يعني عمل النقابي برواتب للموظفين والإداريين، وهناك امتيازات وإعفاءات وأيضا منح، يعني برأيك هذا ساهم بأن يكون العمل النقابي هو تابع؟ لا، العمل النقابي غير تابع للحكومة، ولا تابع للتيارات، ولا تابع للأحزاب. النقابة هي هيئة أو تشكيلة تدافع عن حقوق منتسبيها اللي هم ضمن نفس المهنة، مثل نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة المعلمين، اتحاد نقابات العمال. فمن ضمن عملها تدافع عن حقوقهم، وهم لهم واجبات أيضا، تحصلوا لهم على منجزات. احنا ما نقول يعني مثل ما الآخرين يسموها المنجزات، مثلا الصحفي كثير السفر عنده إفادات، كثير الحل والترحال، فنسعى انه نحصل له تخفيض في الخطوط الجوية العراقية. ففي هذا ليس مماهات للحكومة، وإنما انصافا للصحفي. مثلا علاج طبي مجاني للحالات المستعصية، للحالات اللي يصعب علاجها داخل العراق، نحاول انه نرسل الصحفيين، هم يستحقون هذا الاهتمام، يستحقون هذا التقدير، يستحقون من عندنا انه نراعيهم، لان هم
اللي ينقلون من الحقيقة للمواطن العراقي ويذهبون للمناطق الساخنة. فإذا الصحفي أو المراسل في أي فضائية الصوب وصارت عنده إعاقة ما يستحق من عندنا أنه إحنا نرسله إلى مكان مهم للعلاج، فهذه مو مماهات وإنما إنجازات لأبناء المهنة اللي هم يترجوها من عندنا لما ينتخبونه. نعم. طيب سناء، يعني قرار مجلس الحكم رقم 3 لعام 2004 واللي نص على حل مجالس الإدارة للاتحادات والنقابات، هذا القرار ألم يلفت الانتباه يعني كحل القوى الأمن وأيضا الجيش؟ يعني شنو السبب برأيك؟ طبعا احنا كلنا نعرف وما يغيب عن البال انه لما دخلت القوات الامريكيه للعراق ما كان يعني هي الهدف انه تبني العراق وتخلق من عنده امه جديده تباهي بها الامم، بالعكس دخول القوات الامريكيه صاحبها الكثير من احداث العنف والتفجيرات والسرقات وكسر البنوك وكسر المحال التجارية وتهديم الكثير من البنايات الحكومية. بول برايمر من أول قراراته كان حل الجيش وحل الإعلام وحل المؤسسات الأمنية الخاصة. قد يكون في بعض هذه الأشياء تحليل سياسي. طيب هذا القرار، أما حل الإعلام أنا أعتبره قرار ظالم جائر. هم يعرفون الإعلاميين ويعرفون الصحفيين، وكان من الممكن إبقاء الصحف والمؤسسات الإعلامية السابقة، لكن يتم محاسبة من يسيء أو من تلطخت إيده بالدماء أو من ساهم في كسر القانون واختراق القانون. يعني أغلب المنتسبين في هذه الدوائر موظفين أو ناس بسطاء تضرروا كثيرا. أنا في أحد المؤتمرات ضربت مثال، كان لدينا منظفة في الجريدة وعذرا إن أقول اسمها، كان وصحوا لها أم كريم لكن هي كريمة العين فيسموها عفوا أم كريم العوري. فهذه المرأة تأتي تنظف المرافق وتنظف المناضد، شنو كان تأثيرها بالدولة أنه تبقى بدون راتب لفترة طويلة؟ فأضر الناس البسطاء، أضر الموظفين، أضر العاملين في كثير من المؤسسات. كان ممكن أنه تكون العملية بشكل آخر. طيب ست سناء، شلون تشوفين شفافية الانتخابات النقابية في العقد الماضي؟ بالنسبة ما بعد 2000 يعني قبل ما عن نقابة الصحفيين مثلا قبل 2003، نعم كل مرحلة لها فد أسس ومعطيات بالعمل النقابي وفي الانتخابات. في تلك الفترة كان الحضور للانتخابات إلزامي، كنا نحضر جميعا، نعم ما يتغيب شخص، وكانت الأنظار توجه مثلا إلى أشخاص محددين معنيين. لكن طيب ما بعد عام 2003؟ بعدين بعد 2003 الانتخابات حرة والصحفي يأتي للانتخاب أو لا يأتي، هو بكامل حريته يختار من يشاء، واللي يشوفه جدير بالثقة أنه يصوت له، واللي يشوفه أنه هذا يمثله ورح يحقق له شيء على فترة الدورة الانتخابية. طيب سناء، يعني هناك من يتهم النقابات بإعطاء العضويات يعني وعدم الاهتمام للنظام الداخلي أو حتى المهنية. أي عمل ناجح يكون محاط بالأسئلة والاستفهامات والاتهامات. نعم. بالنسبة لنقابتنا وضعت شروط شديدة للقبول في عضوية. طيب ما هي هاي الشروط؟ الشروط أنه يعمل في مؤسسة إعلامية معروفة ومعتمدة ويجلب منهم كتاب تأييد ومستمسكاته الأربعة الرسمية وصوره، وإذا كان مراسل يجيب سي دي بيثبت عمله، بالإضافة إلى وجود امتحان. هذا الامتحان راح يبين منه الكفوء والجدير واللي يستحق أنه ينال هوية النقابة أو ما يستحقها. المصور يختبروا مصورين أكفاء، المحرر
هناك أساتذة دكاترة في الإعلام يضعون الأسئلة بدون تدخل من عندنا، يعني هيئة امتحان من الهيئة العامة وليس من مجلس النقابة، لكي لا يشكك أحد في نتائجها. بعد الامتحان إذا كان ناجح فرح يقبل، يصدر اسمه بالقرار ويأخذ العضوية. وأما إذا كان طبعا أنه الشهادة لازم أقل شيء عنده شهادة الإعدادية. قد البعض يسألون ليش مو إلا بس خريج الإعلام، إحنا نقول العمل الإعلامي بموهبة وبإبداع. أكو بعض الناس عندهم هذه الموهبة والإبداع رباني من الله سبحانه وتعالى بدون ما يكون أنه هو خريج إعلام. قد يكون خريج علوم سياسية أو خريج قانون أو خريج أكاديمية، لكن هو عنده إمكانية صحفية، يقدر يكون مراسل تلفزيوني، ممكن يكون محاور جيد، ممكن أن يكتب تحقيق صحفي أو يكتب خبر. فالشروط اللي وضعناها من أجل أنه نحد من أنه بعض المؤسسات تنطي كتب تأييد لأناس غير مستحقين للهوية، حتى نحد من هذا الشيء. طيب سناء، يعني هل تجدين بأن الحراك المدني السياسي وممثليه هم منتج للمجتمع المدني يعني على مدى العقد؟ الكثيرين من يشاركون بالمظاهرات وبالحركات وبمنظمات المجتمع المدني هم أبناء هذا البلد، فأكيد هم من نتاجه ومن إفرازات المرحلة الحالية. لكل مرحلة مثل ما قلنا أسسها وإلها ناسها. فبالمظاهرات أنا أشوف الكثير من الوجوه، من وجوه المجتمع المدني. هناك صحفيين، هناك فنانين معروفين، هناك أدباء، هناك شعراء والناس البسطاء. لأنه هذا الحراك هو لكل العراق وليس حكر على فئة معينة أو شريحة محددة هي اللي تعمل به. طيب سناء، حدثينا عن الانتخابات اللي تصير داخل نقابة الصحفيين تحديدا. بالنسبة لنقابة الصحفيين العراقيين جرت بها عدة انتخابات. طبعا بالبداية واجهت ضغوطات كثيرة من جهات متعددة وحاولت أكثر من جهة أنه تجيرها إلى صالحها، لكن الصحفيين قالوا كلمتهم وبقت نقابتهم حرة بدون انحياز إلى جهة معينة. جرت بها انتخابات عام 2003، عام 2005، 2008، 2012 و2014. في كل انتخابات يرشحون على منصب النقيب عدة صحفيين وعلى موقع النائب وعلى عضوية المجلس وعلى عضوية اللجان اللي هي الانضباط والمراقبة. الانتخابات تكون بوجود قضاة من مجلس القضاء الأعلى وبإشراف عربي يحضرها عدد من الصحفيين العرب والنقباء العرب حتى يراقبون سير الانتخابات وشفافيتها وعدم انحيازها. حتى الموظفين اللي يسجلون الأصوات على الصبورة هم مو من الصحفيين وإنما مشرفين قضائيين من مجلس القضاء الأعلى. هذا يجعلنا نشعر بالفخر إنه نقابتنا قدرت إنه تكون دائما بعيدة عن كل الاتجاهات وتضم الصحف العربي والكردي والتركماني والصابئي والمسيحي ومن كل الفئات. الهدف الأول بيها أنه تقدم خدمة للمجتمع العراقي، توصل الكلمة الحرة الصادقة الشريفة للمتلقي العراقي سواء كان في الصحافة المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وفي كل الاتجاهات. نعم، إذن ست سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين كنت معي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في هذه الحلقة، لكن نذهب إلى تقرير وبعد ذلك لنا عودة. عمل شاق وأجر قليل، باختصار هذا هو وضع العامل العراقي الذي أهمل حاله حال التمثال الذي حمل على كتفيه لعقود هموم هذه الشريحة. متوسط شامخ وسط البصرة،
بينما الحكومات تتعاقب عليه ولا تغير من وضعه شيئا، فلا ضمان صحي ولا سكن ولا رواتب تكافئ الخطورة التي يواجهونها، فكل ما يعيش عليه العامل هو قوت يومه الذي لا يكاد أن يسد متطلباته. استقطعوا من عندنا استقطاعين 3%، خليه على كل العراق عادي، بس انت من انا راتب 330 نزل ال 210، لا موفر لي اجار، لا موفر لنا سكن، لا عندنا مخصصات، نداوم حتى الليل نبات والله العظيم بالبريد، وما عندنا حتى ساعات اضافيه. رواتبنا هسه انقصت، يعني هسه خير ما بينا ياخذ لا 400، زين 400 في الوقت هذا شو تكفي؟ الطبقة العاملة التي تعد الأساس لأول ثورة صناعية شهدها العالم، ما تزال ليومنا هذا إيجابياتها تتمتع بها البشرية، حققت الكثير في مجال المطالبة بحقوقها في دول العالم، لكنها ما زالت تكافح في العراق من أجل الحصول على حقوق غيبت منذ النظام المباد. البطالة الكبيرة والعيشة الرديئة للعمال ولعوائلهم ولأبنائهم وللناس عموما، تجدهم هم الأكثر تضررا من أوضاع العراق، من حيث أولا من حيث تفجيرات، من حيث القتل، من حيث التهجير، من حيث الواقع الاقتصادي، وبالتالي من حيث التشريعات العمالية اللي تضمن حقوقهم. احنا في الفترة الأخيرة عندنا حملة كبيرة بعد صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أجل توعية العمال، من أجل الدخول إلى الضمان الاجتماعي لضمان تقاعدهم، لكننا نواجه عبر الأوضاع السائدة أن الشركات والمؤسسات الصغيرة وخاصة في مجال الخدمات هنالك تلكأ كبير وتراجع من العمال أنفسهم بسبب تهديدهم بالطرد من قبل مسؤولي ميادين العمل، سواء كانوا هذول ميادين عمل صغيرة أو كبيرة، وبالتالي العمال ما يجدون ملاذ لهم، ما يجدون سلطة تحميهم، ما يجدون قانون يحمي. قانون موجود اليوم، أصبح موجود، لكن عملية تفعيله من الناحية العملية لا زالت دون المستوى المطلوب. المعاناة كثيرة لا تنتهي عند حدود السكن ومخصصات الخطورة والضمان الصحي غير المتوفر للعامل، لتلقي بظلالها أيضا على الحقوق التي تضمن له مستقبلا يكاد يكون مجهولا في ظل انعدام الحماية له من أرباب العمل. للعراق بعد ما 2003 لن يتقدم العامل ولا خطوة في ظل الديمقراطية. الآن العامل هو أكثر الإنسان في العراق في تحت خط الفقر. لذلك احنا يعني هسه في شركة العامل موان العراق عندنا عاملين كلهم ناس بسطاء. الحكومة الآن خفضت الرواتب وأثرت عليهم تأثير مباشر. بالنسبة لنا كعاملين احنا أرباحنا من 2013 لم نستلم أرباح، باقي بالرقابة المالية ولا نعرف أين مصيرها. بالنسبة للسكن الآن الشركة الآن توزع قطع أراضي من 2003 لحد الآن، في حين أن الشركة تمتلك أكثر من 35,000 قطعة، تقدر يعني تعطي الموانئ للمنتسبين أكثر من كل واحد 4 قطع. جاي نعاني معاناة كبيرة. المرأة العاملة لم تكن بعيدة عن هذا التهميش الذي طال الشريحة، لتجد نفسها مجبرة على الخضوع لما خضع له الرجل لحقوق مسلوبة من قبل أصحاب العمل الذين استغلوا الظروف التي تمر بها البلاد جراء انعدام الرقابة. المرأة يعني عملت في جميع المجالات، بس تبقى يعني المرأة مسلوبة من الحقوق، يعني مو مثل أخيها الرجل، والمرأة يعني تعاني بصورة عامة مهما يعني وصلت إلى جميع المجالات عملت، فيعني بقيت حقوقها مسلوبة. وانتهز الفرصة لأطالب بحقوق المرأة العاملة في الموانئ، تطالب في أرباحها، طالب في إن هو يكون لها وجود في الشركة، طالب توزيع قطع أراضي، طالب إنها تكون يعني تدخل المرأة العمل النقابي. يعني هسه من تكون المرأة بالعمل النقابي كلش عددنا قليل، وجاي يكون أكو اضطهادات من هذا الموضوع، يعني ما يصير ندخل عمل نقابي.
العاملون وجدوا أن تعدد النقابات العمالية هي السبب الأساس في تشتيت صوت العامل وضعفه وتسلط أصحاب الشركات على هذه الشريحة الواسعة التي تعد المقياس لنهضة الشعوب وتغيير مسارها. في توحيد النقابات نقدر كل شيء نسوي بالنسبة لكل الشركات، بس المشكلة التعددية الموجودة الآن بالنقابات وما هو يصب في مصلحة الحكومة، هاي التعددية هي اللي ضعفت النقابات، أصبحت كل شركة بها أكثر من نقابة، وهذه المشكلة اللي جاي نعاني منها احنا هسه. لو تتحد كافة النقابات والاتحادات لأصبحنا يد قوية نقدر نغير مسار الدولة كلها. في زمن عبد الكريم قاسم كانت هناك اتحاد واحد ونقابات خاصة واحدة هي قدرت تغير مسير العمل السياسي كله بالبلد. في ظل هذا الغبن الذي تتعرض له شريحة العمال تواجه اليوم خطرا جديدا بدأ يحيط بها إثر حجج يشير إليها أرباب العمل، وهي أن العامل العراقي غير قادر على مجاراة نظيره الأجنبي، فيما يقف ممثلو النقابات ضد هذا الرأي. والمفروض من الحكومة العراقية هي النظر بهذا الموضوع وعدم دخول العمالة إلى العراق لوجود عمالة عراقية موجودة في الشارع وغير مستخدمة حاليا. خالد السلامة لبرنامج كل الحكاية البصرة. أجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا بك وهذا البرنامج الجميل كل الحكاية وبقناة بلادي. أيضا نبارك لكم نجاح الانتخابات في الاتحاد. شكرا جزيلا، الحقيقة هذا يعني انتصار للديمقراطية وللممارسة الشفافة اللي تجرى عادة في مؤسساتنا الثقافية والنقابية بشكل عام، وهو مكسب في هذا الظرف العسير والصعب لمواجهة كل التحديات اللي يواجه الشعب العراقي ضد العنف والإرهاب وداعش وتأكيد على إرادة الحياة والجمال. نعم أستاذ فاضل، يعني بداية كيف ترى اليوم العمل النقابي في العراق؟ ممكن تمييز بين العمل النقابي المهني مثلا نقابات العمال وربما نقابة الصحفيين بوصفها تدافع عن شريحة اجتماعية تمتلك مهنة معينة تتكسب منها. في بعض المؤسسات الثقافية الأخرى، وأؤكد على اتحاد الأدباء ولا يمثل مهنة، ربما في نقابة الفنانين قد تتحول عملية الممارسة الفنية إلى مهنة أحيانا. أما بالنسبة للأدباء بشكل عام ليست مهنة، هي تكاد أن تكون هواية، وإن كان هنالك طموح لأن تتحول الكتابة إلى مهنة، لأن الكثير من زملائنا ربما يعملون في مجال صحافي أو مجال الكتابة في مراكز بحوث، لكن الكتابة الإبداعية كتابة الشعر والقصة والمقالة والنقد الأدبي هي في الأغلب هوايات ليس إلا، وإن كان الكاتب أحيانا قد يحصل على مردود مادي عرضي قد يكون محدود وقد يكون معقول، هذا حسب شيء. ولهذا نميز، أنا أعتقد العمل النقابي بفرعيه كما أشرت عمل شبه مهمل من قبل مؤسسات الدولة والرئاسات الثلاث، لا تكترث الدولة ولا تضع بالاعتبار هذا الدور التي ممكن أن تنهض به المؤسسات النقابية والثقافية والاتحادات في بناء المجتمع المدني، لأن لنقل تركيز الضوء تكاد يكون على يعني الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى، أما الملف الثقافي والملف الفكري فيكاد أن يكون مهملا، بينما هو ملف أساسي. وأعتقد من نتائج الضريبة اللي دفعناها لهذا الإهمال أنه وجدت ثغرات وفجوات في البنية الفكرية للمجتمع العراقي بحيث الكثير من أبنائنا وعلى الأسف استطاعت أن تخترقهم اتجاهات طائفية واتجاهات إرهابية. الكثير من الشباب في مناطق سقطوا فريسة الأفكار الإرهابية لداعش والقاعدة ولغيرها. أيضا هنالك بعض الشباب الذين سقطوا ضحية
لنقل اتجاهات ضيقة الأفق أو طائفية أو حتى ظلامية بسبب ضيق أفق أحيانا الكثير من الأفكار والاتجاهات. نعم. اللي أحيانا تعرف الشباب. طيب. وجود فكر تنويري سليم أنا أعتقد سيكون ضمانة للحد من انتشار هذه الأفكار. نعم. وربما استئصال من مجتمعنا. طيب أستاذ فاضل، يعني اليوم ألم تعد النقابات تمثل شريحة معينة كما كان هو الحال سابقا؟ لا بالتأكيد هي تمثل هذه الشرائح، يعني على سبيل المثال نقابات العمال قد تضم مئات الآلاف. نعم. وكذلك بالنسبة لنقابة الصحفيين تضم أعداد. نعم. كبيرة. يعني اليوم والأدباء أيضا والفنانين، هي شرائح مهمة، لكن كيف نستطيع أن نفعل دور هذه الشرائح في المجتمع وفي الحياة وأيضا في عملية إنتاج الثقافة وصناعتها، لأن هذه عملية مهمة جدا. نعم. يعني تحتاج إلى جهد كبير من قبل الاتحادات والنقابات نفسها، وبنفس الوقت من قبل الدولة لابد من وجود تخطيط لتمكين هذه المؤسسات من النهوض بهذا العمل ولكي تكون عنصرا فاعلا في بناء الدولة الحديثة. نعم. طيب وجود يعني أكثر من نقابة للصحفيين وأيضا وجود أكثر من نقابة للعمال، تعليقك عن كثرة هذه يعني النقابات الموجودة؟ يعني هو العبرة ليست في المركزية أو في العددية. نعم. العبرة يعني في احترام إرادة العمل النقابي في بلدان العالم. طبعا هنالك أكثر من اتجاهات. نعم. الدول الشمولية مثلا نظام صدام حسين كان يميل إلى التمركز، إلى خلق اتحاد واحد للأدباء، عندما أصدر قانون اتحاد الأدباء ألغى بموجبه كل الاتحادات والجمعيات الأدبية وطلب ضمها أو دمجها باتحاد الأدباء. كذلك النقابات تكون مركزية وهكذا. في بعض البلدان تترك الحرية، يعني ممكن للمحررين تكون صحفيين، للمصورين صحفيين يكون نقابة وهكذا. لكن هنا نحن دائما نفكر في الاستحواذ على، خلينا نقول، على الكعكة كاملة والاستفادة منها. نعم. لو تترك هذه الحرية ليست مشكلة. يعني حتى في اتحاد الأدباء، يعني أنا باعتبار رئيس الاتحاد لا أرى ضيرا إذا كانت هنالك مبررات فعلية وحقيقية. نعم. لتشكيل أكثر من اتحاد، لأنه ممكن أن يصير يكون بتسميات وإلى آخره. على أن لا يكون هنالك احتكاك أو لنقول كل واحد يدعي هو التمثيل الشرعي. لا بأس من المجتمعات. طيب. الديمقراطية تحتمل التعدد. نعم. في الصحافة وكذلك في النقابات وما شابه. نعم. طيب أستاذ فاضل، بماذا يختلف العمل النقابي في مرحلة الدكتاتورية عن العمل النقابي في مرحلة الديمقراطية؟ بالتأكيد العمل النقابي في المراحل الشمولية والدكتاتورية يكون تحت سلطة الدولة ويخضع لنقل ضغوط وإملاءات سياسية وأيديولوجية. نعم. مثلا إحنا في اتحاد الأدباء كان اتحاد الأدباء مرتبط بالقيادة الحزبية للإعلام وتسمى مكتب الإعلام القومي اللي. نعم. تابعة للقيادة القطرية وربما وكان يشرف عليه مباشرة، يقال دكتاتور صدام حسين. نعم. ويديره مباشرة. طيب لماذا كانت النقابات؟ فكانت عمليا مدجنة ولا تستطيع أن تتحرك، بل أن حتى التسميات، يعني ألم تكن أكثر فعالية النقابات في زمن الدكتاتورية عن الوقت الحالي؟ يعني ما أعتقد هذا، لكنها كانت مسيسة. بمعنى حتى الذين يرشحون كان يطلب، أنا أتذكر مثلا عندما تجرى انتخابات يجب أن تتوافر الشروط التالية. نعم. أن يؤيد قادسية صدام حسين. أن يمتلك السلامة الفكرية أن 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 وهكذا، إذا ما وجد أي خلل أو كذا، ويشترط الانتماء أحيانا الحزبي أو أن تكون ضمن الصف كذا وهكذا. يعني إذا معناتها أصبحت نقابة وتجند كما تجند يعني بقية القطاعات لتنفيذ الإملاءات الحزبية، فهي ليست عمل نقابي. نعم. أصبح يعني ربما يكون يمتلك الإرادة والقوة للتحرك وللتنظيم، لأنه لا يعتمد فقط على يعني الإرادة التطوع الذاتية، وإنما عملية إلزام وتوظيف وإلى آخره. بينما في. طيب. الوقت الحاضر هنالك حرية أكبر. نعم. ولكن هنالك من جانب آخر كما أرى أنه ضعف إقبال
من هذه الشرائح للتعامل بجدية مع مفهوم العمل النقابي. وربما هنالك يشعرون بحالة استرخاء من جهة، وربما يشعرون أن هذه المؤسسات لا تقدم شيء جدي أو مفيد لهذا الشيء، ولهذا أحيانا غالبا ما تهمل. وربما ضعف الإحساس بالوعي. وأحيانا ضعف التنافس بين كتل ويعني شرائح داخل هذه المؤسسات للمجيء ب لنقول عناصر أكثر جدية وأكثر إيجابية. نعم، إذن يفترض بالنقابات أن تكون مستقلة سياسيا. تعتقد أن هذا الأمر أو هذا الموضوع موجود على أرض الواقع، يعني سواء كان في يعني الوقت السابق أو حتى الآن؟ يعني أنا أميز بين مفهوم، نعم أنا أؤيد أن تكون مستقلة سياسي عن جميع الأحزاب والحركات. لكن هذا لا يمنع من وجود حركات واتجاهات تمثل مختلف الاتجاهات داخل المجتمع العراقي. لكن يعني أنا شخصيا في الاتحاد لدي جملة أقولها، يعني نحن نحترم التنوع في الاتحاد، نحترم وجود المذاهب، ولكن العضو الذي يدخل الاتحاد يجب أن يعلق هويته الحزبية خارج الاتحاد، ويدخل بوصفه يعني أديبا ليس إلا. لا توجد خلافات على هذا الأساس. قد نختلف أنه هذه قصيدة نثر، لو قصيدة شعر حر، لو قصيدة عمودية، هذه الرواية شتمثل، هذا صراعنا ليس إلا. يعني طيب، لا نسمح أحيانا بالدخول في طيب صراع هذا طابع سياسي أو حزبي. هذا بالنسبة للاتحاد. ربما بقية الاتجاهات ربما تأخذ منحا آخر، ومع ذلك أنا طيب رأيي أستاذ فاضل، يعني كيف يتم تأسيس العمل النقابي، ولمصلحة من بأن يكون العمل مسيس؟ العمل مسيس عندما يعني تمسك على زمام الأمور شريحة معينة ذات طابع حزبي، ربما في إيحاء من الدولة أو من الحزب القوي أو الحزب الحاكم فيستطيع أن يوجهه. لكني أرى حتى في مثل هذه الحالات يجب أو يفترض أنه يؤكد على استقلالية العمل المهني عن الدولة، بمعنى أن يشجع العاملين في يشجع العاملين في هذه المؤسسات النقابية على عدم الدمج بين العمل الحزبي والعمل النقابي، لأن كل واحد له شروطه وكل واحد التزاماته وممارساته. لا بأس حتى إذا كان الجميع ينتمون إلى حزب أو اتجاه واحد، لكن يجب أن يتصرفون بنقابية وبمهنية بعيدا عن توظيف هذا العمل لمصلحة هذا الحزب اللي ينتمون إليه. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في هذه الحلقة، لكن نذهب إلى تقرير وبعد ذلك لنعود. تحية طيبة لكم مشاهدي قناة بلادي الفضائية أينما كنتم. لازلنا في سلسلة كل الحكاية، العمل النقابي في العراق ولا سيما محافظة النجف الأشرف، حيث تصدرت النقابات درجة الامتياز من حيث القضايا الإدارية والفنية بنظامها الداخلي وأهدافها. كانت لهم بصمة واضحة بجميع النشاطات في المحافظة، وموقفا جماعيا حاسما في إثبات الشخصية لرأي العام. ابقوا معنا في سياق التقرير التالي. نقابة المعلمين في النجف الأشرف، وكنموذج على واقع العمل النقابي، كونها لعبت دورا بارزا في الحفاظ على قوة شخصها حين تطرح في الساحة، وما تذكره عدسة بلادي من تظاهراتها حين أوعزت الدولة بتخفيض الرواتب، أجمع الآلاف منهم تحت خيمة النظام الداخلي في سبيل إثبات الهدف المقترن بالحفاظ على شخصية المعلم. مفهوم العمل النقابي يعني بشكل عام، مفهوم العمل النقابي هو مجموعة من الوسائل والإجراءات والممارسات تقوم بها النقابة في سبيل ضمان حقوق المؤسسة التربوية بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص. هذا لنقابة المعلمين فقط. نقابة المعلمين أو حتى بشكل كل نقابة، إنه هي تسعى دائما لتحقيق مصالح أو حقوق أو ضمان، أو يعني شنو اللي يضمن حقوق المنتسب لهذه النقابة، لأن تعرف أكو المنتسب له حقوق كثيرة، مثلا توفير بيئة تعليمية مناسبة عندنا بالنقابة، هاي من ضمن حقوق المنتسبين، ضمان اجتماعي وصحي له، ضمان حقوقه في العمل عدم التجاوز عليه حمايته، وكذلك النقابة تتكفل بأداء المنتسب لواجبه. طيب، هل خرجت نقابة المعلمين عن مفهوم يعني العمل النقابي بشكل عام؟
نقابة المعلمين لا يمكن أن تخرج عن مضامين ومبادئ النظام الداخلي والقانون أو الأمور اللي تسعى إليها، ولكن تتأثر نقابة المعلمين بكل الوضع العام في البلد، يعني خاصة الأوضاع السياسية اللي لا تخفى والأوضاع الأمنية. ولكن نقابة المعلمين لا يمكن لها أن تنجح بدون تكامل أو نجاح المؤسسات الأخرى. يعني احنا الآن كشراكة ويا وزارة التربية نسعى الآن تنجح النقابة والتربية يعني في عملها. النقابة الآن لا تعتمد فقط على أداء منتسبيها فقط، وهو الأداء مهم جدا، ولكن تعتمد على مدى استجابة الجهات ذات العلاقة في تحقيق الأهداف المطلوبة من النقابة. على سبيل المثال احنا الآن نسعى إلى أن المشروع الكبير اللي سعينا له، مشروع قطع الأراضي السكنية للمعلمين، الآن نواجه به عقبات هو الروتين الدولة في وزارة المالية، وهذا روتين جدا معقد. يعني لما وزارة المالية الآن مطالبة بأن تسرع في إنجاز العمل بنقل الملكية إلى نقابة المعلمين، حتى نقابة المعلمين تنقل الملكية بشكل أسرع على منتسبيها، اللي صار الناس أكثر من سنة ننتظر هذا الإجراء. لذلك نقابة المعلمين كجزء من هذه الدولة تتأثر كثيرا. في بعض الأحيان احنا مطلوب من عندنا أمور، النقابة مو جهة تنفيذية، يعني جهة مطالبية نقدر نسميها، جهات التنفيذية جهات الحكومية. احنا نشوف دولة بكل الإمكانيات فشلت في كثير من الأمور اللي كان بإمكانها يتحققها، وتأثرت بها كل المؤسسات من ضمنها النقابات. احنا بالنجف نقابتنا مع المجتمع المدني، مع مطالب الجماهير في عمليات الإصلاح، في المشاركة الجماهيرية، في كثير من الأمور. اتحاد الأدباء والكتاب بنشاطاته الكبيرة والكثيرة، والذي يعد جزءا من العمل النقابي، لا زال يواجه مشكلة أزلية في تشريع القوانين ومشاكل مرتبطة بالتمويل المالي الضعيف. كان حاضرا في كل تظاهرة تدعو للإصلاح، حتى أنه اتهم باتباعه لأجندة سياسية، إلا أنه نفى وأكد عزمه على تثقيف الجيل الواعد بالعقيدة الوطنية. من التغيير في 2003 لحد الآن لا زال اتحاد الأدباء والكتاب في العراق يعمل استنادا إلى القانون الصادر من مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1984، ويستند في عمله الداخلي إلى النظام الداخلي المشرع أو المكتوب على وفق هذا القانون. وهذه حالة حقيقة حالة شاذة وغير صحية. كان من المفترض على البرلمان العراقي منذ أول دورة أن يشرع قانون جديد للاتحادات والنقابات، إن لم يكن قانون أيضا خاص لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، يتوافق مع المرحلة الجديدة، يتوافق مع التغيير، مع ثقافة التغيير، مع الديمقراطية الحالية. لأن القانون القديم هو كان يخدم السلطة الحاكمة آنذاك وينفذ أجندتها أو أديولوجيتها أو سياساتها. بقاء الحال على ما هو عليه حقيقة هو أربك الكثير من عمل الاتحاد، ولم يتح فرصة ومجال لأن يتوسع الاتحاد في هذا العهد وأن يعمل كرافد مهم من روافد الديمقراطية في العهد الجديد، لأن الاتحادات والنقابات هي من أعمدة الديمقراطية في كل المجتمعات الديمقراطية وفي كل الدول الديمقراطية. الأستاذ علي العبودي، وخلال تجربة لثلاث نقابات ممثلة بانتمائه لها، أكد لبلادي أن هناك مشاكل غريبة تحول دون إكمال الخطى الصحيحة في كل عمل نقابي. من خلال تجربتي في نقابة الصحفيين والمعلمين، وأيضا شغلي في الهيئة الإدارية في اتحاد الأدباء، أجد هناك تفاوت في هذه النقابات. لم نجد حقيقة يعني كامنة في إنتاج جيد لها، من خلال تحفيز الجماهير للأفضل، من خلال عملها النقابي، من خلال إيجادها للفرص الحقيقية لمن ينتمي لها. أعطيك مثال، نقابة الصحفيين وعدتنا في الكثير من الإنجازات، رغم أن هناك من الزملاء أعطوا وضحوا بحياتهم، لكن لم نجد الفرصة الحقيقية من هذه النقابة في إيجاد المساحة الكبرى من أهدافها، رغم أنها تشتغل وموجودة في الساحة العراقية. أما من نقابة المعلمين، كنا سابقا كما كان والدي في هذه النقابة وهو متقاعد الآن، كان هناك فرص جميلة للمعلمين
كانوا يعطون فسحة من الأمل لهم من خلال تواجدهم معهم في كل محنة يصابون فيها. أما في وقتنا الحاضر فلم نجد تلك الفرصة الحقيقية ما بين النقابة وما بين المعلم. هناك وعود كثيرة، هناك أشياء يقولوها ولا يفعلوها، وهذا حسرة في القلب. العمل النقابي قد نجده موجودا حقيقيا في الساحة العراقية، لكننا لم نجد الفعل الحقيقي الأفضل للفرد المنتمي لها. العمل النقابي في العراق والإنجازات الكبيرة المرتبطة بمشاكلها الكثيرة، نظام داخلي وقوانين صارمة، صراعات تأخذ حيزا للحفاظ على شخصية الفرد المنتمي للنقابة أو الاتحاد. لبرنامج كل الحكاية، محمد الطالقاني، النجف الأشرف. جديد مشاهدينا الكرام، وايضا ارحب بضيفي مره اخرى استاذ فاضل، اهلا بك مره اخرى. شكرا جزيلا. استاذ فاضل، جاء في الدستور تكفل الدوله حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنيه وايضا الانضمام اليها، وينظم هذا بقانون. يعني هذا القانون لم ياتي ولم يطالب به احد حتى الان، لماذا؟ نعم. برايك الحقيقه لا، هنالك مطالبه يعني منذ زمن، وفي مجلس النواب تم الاتفاق على تشريع مثل هذا القانون. نعم. صدر قبل طبعا قانون خاص بكيفية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وفي وقتها اتصلوا بنا باللجنة الثقافية وكذلك اللجنة الاجتماعية، أذكر اتصلت بي شخصيا السيدة آلاء طالباني وآلاء طالباني. نعم. وتم الاتفاق على عدم شمول النقابات والاتحادات الثقافية من اتحاد الأدباء بهذا قانون المنظمات الـ NGO، منظمات المجتمع المدني. نعم. وتم الاتفاق على تشريع قانون آخر للمنظمات الثقافية، وكما فهمت من أحد رؤساء السابقين في مجلس النواب في اللجنة الثقافية قال أن هذا القانون هو يعني موجود. نعم. لدى مجلس النواب، ويفترض أن يقدم لكي يكون هو لنقل الحاكم في هذا الشيء، لأن إذا ما شرع سيسهل الكثير آليات العمل والضوابط الموجودة وحتى مسألة التشريعات والقوانين. الآن إحنا نحاول أن نقدم القانون الخاص بنا أو لا. إجراء تعديلات فقيلة لنا أكثر من مرة من قبل جهات يعني تعرفوا هاي القضايا القانونية، انتظروا صدور أو المصادقة على مثل هذه التشريعات. وليس هو التشريع الوحيد. نعم. الحقيقة لم نجد جدية من قبل البرلمان العراقي، من قبل مجلس النواب، ولا من مجلس. نعم. لتشريع الكثير من القانون المعطلة مثل قانون الكفاءات وقانون لنقل الرواد والحرية الفكرية والكثير من القوانين اللي طالبنا بها الضمانات الاجتماعية والصحية للأدباء والمثقفين، بقيت معطلة، لا أحد يعني ينشغل بمثل هذه الأمور، والأدباء يطالبون وبحث أصواتهم وليس هنالك من يسمع. طيب أستاذ فاضل، يعني في ظل الحراك السياسي الذي يشهده العراق والمطالبة بتصحيح المسار، برأيك اليوم أين هي نقابة أو النقابات والاتحادات من هذا الحراك؟ نعم، أنا أعتقد أن
عملية تصحيح المسار السياسي والاجتماعي للتجربة العراقية منذ الاحتلال ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري. يعني تساؤلات تبحث عن خبايا. سياسيون، كم هي نسبة صراحتهم؟ صدق القول وكذبه تميزه عين المشاهد. لقاء خاص. أستاذ فاضل، جاء في الدستور تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية وأيضا الانضمام إليها وينظم هذا بقانون، يعني هذا القانون لم يأتي ولم يطالب به أحد حتى الآن، لماذا؟ نعم. برأيك؟ الحقيقة لا، هنالك مطالبة يعني منذ زمن، وفي مجلس النواب تم الاتفاق على تشريع مثل هذا القانون. نعم. صدر قبله طبعا قانون خاص بكيفية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وفي وقتها اتصلوا بنا باللجنة الثقافية وكذلك اللجنة الاجتماعية. أذكر اتصلت بي شخصيا السيدة آلاء طالباني وآلاء طالباني. نعم. وتم الاتفاق على عدم شمول النقابات والاتحادات الثقافية من اتحاد الأدباء بهذا قانون المنظمات الـ NGO، منظمات المجتمع المدني. نعم. وتم الاتفاق على تشريع قانون آخر للمنظمات الثقافية، وكما فهمت من أحد رؤساء السابقين في مجلس النواب في اللجنة الثقافية قال أن هذا القانون هو يعني موجود. نعم. لدى مجلس النواب ويفترض أن يقدم لكي يكون هو لنقل الحاكم في هذا الشيء، لأن إذا ما شرع سيسهل الكثير آليات العمل والضوابط الموجودة وحتى مسألة التشريعات والقوانين. هسه الآن إحنا نحاول أن نقدم القانون الخاص بنا أو لا. إجراء تعديلات فقيلة لنا أكثر من مرة من قبل جهات يعني تعرفوا هاي القضايا القانونية، انتظروا صدور أو المصادقة على مثل هذه التشريعات. وليس هو التشريع الوحيد. نعم. الحقيقة لم نجد جدية من قبل البرلمان العراقي، من قبل مجلس النواب، ولا من مجلس. نعم. لتشريع الكثير من القانون المعطلة مثل قانون الكفاءات وقانون لنقل الرواد والحرية الفكرية والكثير من القوانين اللي طالبنا بها، الضمانات الاجتماعية والصحية للأدباء والمثقفين، بقيت معطلة، لا أحد يعني ينشغل بمثل هذه الأمور، والأدباء يطالبون وبحث أصواتهم وليس هنالك من يسمع. طيب أستاذ فاضل، يعني في ظل الحراك السياسي الذي يشهده العراق والمطالبة بتصحيح المسار، برأيك اليوم أين هي نقابة أو النقابات والاتحادات من هذا الحراك؟ نعم، أنا أعتقد أن عملية تصحيح المسار السياسي والاجتماعي للتجربة العراقية منذ الاحتلال ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري يعني مسؤولية الجميع، ولا يمكن لأي شريحة أن تبقى يعني خارج هذه المشاركة. طبعا النقابات مطالبة أيضا بهذا الشيء لأنها جزء من نسيج المجتمع العراقي الفاعل، وبالنسبة لنا كأدباء وكذلك زملائي في المؤسسات الثقافية الصحفية في نقابات الصحفيين وكذلك في نقابة الفن، أراهم دائما يشاركون بفاعلية وجدية في المظاهرات والاعتصامات التي كانت يعني تدور بين آونة أخرى
وهم يعني يقفون في الصف الأول في المطالبة بتحقيق تغيير جذري واستئصال شأفة الفساد الذي هو بمثابة أرضت أكلت ودمرت الثروة الوطنية وأيضا أدت إلى أفساده وللأسف الكثير من الضمائر النظيفة وعطلت الكثير من المشروعات وبالتالي خلقت طبقة طفيلية مترهلة يعني لنقل عاشت على جوع الشعب العراقي ومعاناته. طيب هل هناك تشريعات محددة يتم المطالبة بها من قبل الكتاب وأيضا الأدباء العراقيين؟ نعم نحن طالبنا بسلسلة تشريعات الحقيقة قدمنا قسم منها وقسم منها شاركناها قوانين قدمت خاصة بحرية التعبير والحرية الفكرية هذه قوانين مهمة قانون خاص بحماية الملكية الفكرية هذا قانون ثاني يعني لمنع التجاوزات وسرقة الآثار الأدبية والفنية والأعمال قانون رعاية الأدباء وأسرهم أيضا هذا على أساس قانون هنالك قانون للرواد لرعايتهم أيضا قانون للمبدعين الشباب ومن ضمنهم للأديبات يعني سلسلة قوانين تكفل على الأقل حياة رغيدة توفير إمكانيات لنقل كافية للمبدعين من الأدباء مثلا توفير قطع عمل قطع أرض للأدباء أو بيوت أو شقق وكذلك إيجاد فرص عمل للعاطلين من الأدباء كل هذه العوامل خلق مراكز ثقافية وبحثية قادرة على أن تنشط العمل لأن العمل الثقافي الآن يكاد أن يكون عملا فرديا والعمل الفردي على الرغم من فرادتي وقدرتي على تقديم أشياء لكن يجب تحويله إلى عمل مؤسساتي وإلى عمل من خلال مراكز أبحاث تستطيع أن تقدم هذا الشيء ونحن نتطلع أيضا إلى القدرة على الحراك خارج الإطار هذا الضيق وهو الخروج إلى الفضاء العربي والفضاء العالمي الكاتب العراقي طيب. الشاعر العراقي يعني مقيد إلا في حدود ضيقة ومؤادرات فردية للخروج من هذا النفق يعني لا نجد اهتمام من وزارة الثقافة لا من وزارة الخارجية لا من وزارة التعليم العالي لفتح آفاق أمام الأدباء للتواصل من خلال المؤتمرات ولقاءات كبرى يعني تستطيع أن تحقق هذا الشيء لا يكفي أن يذهب ممثل عن اتحاد الأدباء أو نقاب صحفيين لحضور مؤتمر لاتحاد الصحفيين أو اتحاد الكتاب هذا لا يكفي نحتاج إلى مشاركات كبيرة وزيارات نتعرف فيها طيب أستاذ حدثنا عن الانتخابات التي حدثت مؤخرا وأيضا ما هي المتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على يعني اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين نعم الحقيقة كانت الانتخابات يعني فرصة طيبة وممارسة يعني شفافة ونحن نشكر جميع الأطراف التي أسهمت في إنجاحها وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى الذي انتدب قاضيا شابا هو القاضي الشاب علي أبو رغيف والذي سهر الحقيقة على الإشراف على عملية التصويت وعملية الفرز وطلب منا بعض الوقت من أجل انتظار النظر في الطعون المحتملة والاعتراضات وكذلك من أجل إصدار أمر قضائي بعد ذلك سيصار إلى اجتماع للمجلس المركزي الجديد الذي أعلنت عن أسماء بتسلسلات معينة المجلس المركزي سيقوم هو باختيار الرئيس والأمين العام وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي اللي يبلغ عدد 11 عضوا هذه الآلية المعتمدة تختلف عما يتم في نقابة الصحفيين احنا طبعا حضر عدد كبير يعني زملائنا قدروا أن عدد الذين حضروا بالقاعة يقربون من 1000 لكننا وجدنا أن البطاقات التي تمت إيداعها في الصناديق هي 600 يعني ولو بشكل تقريبي حوالي 646 أو 47 صوت يعني أعلى الأصوات اللي حصلها هو الزميل إبراهيم الخياط حصل 400 صوت وواحد أعتقد بعدها تدرج إلى يمكن 288 والبقية تنحدر إلى يمكن 210 آخر
المجموعات الصغر هو الذي فائزين. نعم. بعد ذلك بقية الأسماء تكون احتياط، يعني عندما يعني يتقاعد شخص أو يطلب إعفاء لسبب أو بآخر ممكن أن يصعد الذي يليه في التدرج. هذه هي الآلية التي تمت الانتخابات. طيب أستاذ فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، كنت معي، شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا لك وشكرا لهذا البرنامج ومعده ومخرجه وللجنود المجهولين الذين أضاءوا هذه الحلقة، وأيضا الشكر أولا وأخيرا لهذه القناة الرائعة قناة بلاد. شكرا أستاذ ولك فاضل ولك شخصيا. شكرا أستاذ فاضل. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من كل الحكاية. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.